في الفيديو ده هقول لك عن توب 5 افضل 5 موبايلات موجهين للجيمرز في الفئه المتوسطه. ولكن قبل ما نبدا طبعا انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو ده، عاوزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، عشان لو الفيديو ده وصل ل 100 لايك هعمل لكم توب 5 تانية من اختياركم انتم. وما تنساش كمان تسبسكرايب معانا هنا في القناه عشان تبقى واحد من الناس الجامدين جدا. ملحوظه اخيره مهمه جدا يا جماعه تاخدوا بالكم منها، ان انا ما جربتش اي واحد من الموبايلات دول بشكل شخصي الا موبايل واحد بس اللي بيجي كمان في المرتبه الخامسه، وهو ريدمي نوت 10 اس. والنوت 10 اس واحد من الموبايلات القويه الموجهه للالعاب بشكل كامل. الموبايل هنا جيب شاشه اموليد 6.4 انش فول اتش دي بلس بكثافه بيكسل 409 بيكسل لكل انش. طبعا الشاشه الاموليد بيكون ادائها حلو وشكلها لطيف من ناحيه الالوان بقى والتفاصيل، ولكن عيب الشاشه الوحيد يا جماعه انها ما بتجيش مع ريفريش ريت سريعه. المعالج هنا هيليو جي 95 من ميديا تك، المعالج ده موجه للجيمرز، وللاسف مع تجربه الاستخدام بتاعت الموبايل ده المميزه جدا، ولكن مع الضغط والاستمرار في لعب العاب تقيله مثلا زي ببجي لفترات طويله الموبايل ده بيبدا يسخن. واسوء حاجه ممكن تحصل لواحد جيمرز بيلعب جيم مثلا على لعبه زي ببجي، الموبايل بيوصل اتش دي ار على الجرافيكس والترا على الفريم ريت، ولكن ما انصحكش تماما انك تعمل اي حاجه من الاعدادات دي، لانك لما تلعب الاعدادات دي يا معلم مجرد ما انت تلوت بس لو لحقت تلوت اصلا هتلاقي الموبايل ده سخن بطريقه فظيعه ومش هتعرف تلعب الجيم ده تماما، وهيفسد عليك متعه الجيم وممكن تبطل تلعب ببجي اصلا. والله ممكن تكون فكره حلوه يعني. فالحل يا معلم انك تلعب سموز على الجرافيكس وميديم على الفريم ريت. وبرغم ان الموبايل ده بيجي ب 5000 ملي امبير وشاحن 33 واط، 5000 ملي امبير بطاريه قويه جدا وشاحن سريع نسبيا، ولكن الموبايل بيستنزف البطاريه بشكل كبير جدا، وخصوصا لما تلعب لعبه تقيله زي ببجي فالموبايل ده بيستنزف البطاريه بشكل كبير جدا. الموبايل ده سعر النسخه 664 3700 جنيه تقريبا، ما يعادل 235 دولار. وبرغم مساوئ الموبايل في السخونه بتاعته واستنزاف البطاريه بشكل كبير الا انه ما زال الموبايل قوي ومميز. في المرتبه الرابعه بيجي الموبايل الخطير جدا، الموبايل ده من انفينكس النوت 10 برو. ولو انت بتسال يا معلم انا ليه حطيت الموبايل ده في المرتبه الرابعه مع انه بيجي بنفس المعالج الجي 95 اللي موجود في النوت 10 اس، فده يحصل لعده اسباب من وجهه نظري تخلي الموبايل ده اقرب للجيمرز من ناحيه المميزات اللي هو بيقدمها. اولا الشاشه هنا شاشه عملاقه جدا، الشاشه هنا 7 انش تقريبا، ومش بس عشان حجم الشاشه الكبير، ولكن الشاشه دي بتيجي بريفريش ريت سريع 90 هرتز. وبرغم ان الشاشه دي اي بي اس الا انها بتيجي بريفريش ريت سريع، وده من وجهه نظري نسبيا افضل للجيمرز من الاموليد. الشاشه هنا فل اتش دي بلس بكثافه بيكسل 387 بيكسل لكل انش. الموبايل هنا بيجي بستيريو سبيكر ومعالج الجي 95 من ميديا تك، معالج قوي، ولكن زي ما قلت الموبايل بيسخن، وده لان السخونه دي بتكون ناتجه اصلا عن الجي 95، والجي 95 معروف جدا انه معالج بيسخن، واي موبايل موجود فيه المعالج ده اكيد بيسخن كده من غير ما تفكر. وتاني ميزه انا شايفها في الموبايل ده بتميزه عن النوت 10 اس ان سعر النسخه 828 واللي هو 3650 جنيه ما يعادل 235 دولار، هو نفس سعر النسخه 664 من النوت 10 اس واللي سعرها 3700 جنيه، بالاقل منها كمان ب 50 جنيه تقريبا. فالموبايل ده ما زال موبايل قوي جدا ولا يستهان بيه ابدا. في المرتبه الثالثه بيجي الريلمي 7، واحد من الموبايلات القويه جدا، وبرغم ان الموبايل ده موبايل من السنه اللي فاتت الا انه مازال موبايل قوي جدا ومميز جدا لاي حد بيفكر ان يشتري موبايل متوسط موجه للجيمرز. الموبايل بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي 6.5 انش وبتيجي بريفريش ريت 90 هرتز. بالنسبه للاستحواذ مش افضل حاجه طبعا، بحواف سفليه تخينه نسبيا وواضحه جدا مع اوتر دروب نوتش اعلى يسار الشاشه، مش عاديه جدا تقريبا نفس الموبايلات اللي فاتت ما اختلفتش عنهم كتير، وخصوصا في المعالج الجي 95. هو نفس المعالج، ولكن اللي بيميز الموبايل ده عن اي موبايل تاني موجه للجيمرز في الموبايلين اللي فاتوا هو سرعه الشحن. الموبايل هنا بيجيب شاحن 65 واط، شحن سريع ومميز جدا، ولكن ده للاسف بيكون على حساب البطاريه اللي بتكون 4500 ملي امبير بس. سعر النسخه الوحيده في السوق 828 4000 جنيه ما يعادل 255 دولار. الموبايل للاسف ما بيدعمش الستيريو سبيكر، ولكن مازال موبايل قوي وبينافس جدا لاي حد بيفكر يشتري موبايل الجيم. في المرتبه الثانيه من وجهه نظري، ولو انت طلع تخمينك صح اكتب لي في الكومنتس تحت، هو البوكو اكس 3 ان اف سي. وبرغم ان الموبايل ده بقاله فتره كبيره جدا في السوق الا انه مازال موبايل قوي جدا وبينافس. البوكو اتش 3 ان اف سي بيجيب شاشه 6.7 انش تقريبا فول اتش دي بلس وبكثافه بيكسل 395 بيكسل لكل انش، والشاشه دي بتدعم الاتش دي ار 10، واحد اهم الحاجات اللي بتميز الشاشه دي عن الشاشات الثلاث موبايلات اللي فاتوا انها بتيجي مع ريفريش ريت 120 هرتز. المعالج اللي بيجي في الموبايل ده هو السناب دراجون 732 جي، اداء المعالج ده اقل من المعالج الجي 95 اللي في الموبايلات الثلاثه اللي فاتوا النوت 10 اس والانفينكس نوت 10 برو والريلمي 7، ولكن الميزه اللي بيتميز بيها المعالج ده عن الجي 95 ان المعالج ده مستقر نسبيا وبيسخنش زي جي 95. ومن ناحيه توفير البطاريه فالسناب دراجون 732 جي بيوفر احسن في البطاريه من الجي 95. الموبايل بيجي بستيريو سبيكر والبطاريه هنا 5160 ملي امبير وبتيجي مع شاحن سريع نسبيا 33 واط، وسعر النسخه 628 4300 جنيه يعني حوالي 275 دولار. وطبعا بلا جدال من غير ما تفكر الموبايل اللي بيجي في المرتبه الاولى هو البوكو اكس 3 برو. الموبايل ده جبار حرفيا، موبايل قوي جدا ووحش كاسر في عالم الموبايلات الموجهه للجيمنج، لان ببساطه الموبايل ده بيجي بالسناب دراجون 860
65 ونوع الذاكره بتاعه الموبايل ده هي اليو اف اس 3.1 ودي نفس الذاكره اللي بتكون في موبايلات الفلاج شيب اللي بتعدي ال $1000 والمعالج هنا بيجمع لكم تكول 1.0 بلس وده بيساعد الموبايل في التبريد بشكل افضل عشان يديك اداء مستقر نسبيا من ناحيه الالعاب الثقيله زي ببجي وغيرها والموبايل ده بيديك اداء مستقر مع 60 فريم على الاعدادات المتوسطه في لعبه زي ببجي مثلا من غير اي لاج او تقطيع وعلى الاعدادات العاليه في الجرافيكس والفريم ريت بتوصل لحد 50 فريم تقريبا من غير اي مشكله الموبايل بيدعم السيري سبيكر وبيجيب بطاريه قويه جدا 5160 ملي امبير وشاحن 33 واط وده نفس سعه البطاريه وسرعه الشحن اللي في البوكو اكس 3 ان اف سي وفي تركه هنا بسيطه لازم تاخد بالك منها لان نسخه ال 628 في البوكو اكس 3 برو بتيجي ب 4600 جنيه يعني حوالي $295 يعني فرق 300 جنيه بس وحوالي $20 على البوكو اكس 3 ان اف سي فلازم تاخد بالك جدا من الحته دي فلو هتجيب البوكو اكس 3 ان اف سي زود 300 جنيه او $20 واشتري البوكو اكس 3 برو هيديك اداء خزعبلي وقوي جدا من ناحيه الالعاب دي ابرز الموبايلات اللي موجهه للجيمنج في الفئه المتوسطه اتمنى الفيديو ده يكون عجبك ووصل لك فكره عن الموبايلات الموجهه للجيمنج في الفئه المتوسطه ما تنساش تقول لي تحت في الكومنتس ايه رايك في الموبايلات دي والموبايل اللي انا نسيته وما ذكرتوش في الفيديو ده ومهم جدا انك تعمل لايك انت اكيد عملت لايك اصلا من اول الفيديو وما تنساش يا اسطى بعد اذنك تسبسكرايب معايا هنا في القناه عشان توصلك الفيديوهات الجديده وتنضم للناس الجامدين جدا بس كده دي كل حاجه الفيديو النهارده اشوفكم في الفيديو اللي جاي يلا سلام